تحية طيبة لكم متابعي ومشاهدي قنوات الكأس أينما كنتم في استمرارية بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عام المقامة هنا في المملكة. كرة بتصويبة ملعوبة لكنها إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى. مجددا لمصلحة المنتخب الليبي، المكان قريب وليس ببعيد. حمزة المقصبي أمام الكرة وعبد المسير بشينا، حمزة يلعب كورة رائعة. أنطوني إلكساندر ينقذ حارس المرمى، يحول التسديدة والكرة الثابتة الماضية إلى ثابتة أخرى لكنها ركنية هذه المرة. هنا لعبها فوق حائط الصد ممتازة، لكن أيضا تمركز جيد لحارس المرمى أنطوني إلكساندر من الطرف الأيسر للمنتخب الليبي. محمد عادل، حلوة التسديدة، حلوة التسديدة في الكرة الماضية. تسترد من الطرف الأيمن مجددا، الكرة بينية هذه خطيرة لبنانية. الله، علي قصص في الكرة الماضية يلعبها بشكل رائع، لكن محمد الدريبي حاضر حارس المرمى. هنا ما في راية، علي تقدم سدد كورة حلوة 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 كانت وخطيرة باتجاه مرمى محمد الدريبي حارس المرمى، أنقذها ببراعة وبصعوبة حولها إلى ركنية، لكن تصرف أكثر من رائع. كرة منقولة داخل منطقة الجزاء لبناني. الله الله، أخرى خطيرة، سلامات إن شاء الله، سلامات. الكرة مرت بسلام للمنتخب اللبناني، مرت بسلام بجوار القائم، لقطة كانت ممتازة لبنانية، لكن هنا التصادم الخطير بين اللاعبين. كرة بركلة مرمى حاضرة جانب من الجماهير الأيمن، بانطلاقة هنا، بانطلاقة ممتازة تأتي لمصلحة المنتخب الليبي في الطرف الأيمن. الخطورة قائمة، الخطورة قائمة، العرضية لكنها اصطدت بالدفاع أيضا بلمسة وانطلاقة. عرضية هنا ممتازة تأتي لكن الدفاع أيضا يتدخل ويبعد، وحارس المرمى مجددا محمد الدريبي توقع الكرة. هذه عرضية خطيرة ليبية، ما زالت الخطورة، ما زالت بتصويبة تأتي وحارس المرمى. المباراة الأول في وقته الأصلي أن يصل، لكن أنطوني يتدخل. هذه لقطة، الله كيف ضاعت يا عبد المسير بشينا. حارس المرمى أنطوني إلكساندر ويتصدى مجددا، يتصدى مجددا. هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة، هنا ما كان في راية، وصلت الكرة لعبت ما كان فيها أي راية أو تسلل، لكن عبد المسير بشينا لم يستثمر الكرة الماضية. كانت هناك فرص حاضرة لكلا المنتخبين لكنها لم تثمر. هنا ليبيا أولى مع انطلاقات، كرة ملعوبة، هذه خطيرة، هذه خطيرة للمنتخب الليبي. طولها طولها، ركلة حرة ثابتة تأتي. ملعوبة خطيرة هنا ليبيا، بانطلاقة محمد عادل. الله الله الله، يسجل للمنتخب الليبي محمد عادل بمجهود فردي رائع في الكرة الماضية، رائع محمد عادل، استقبال استحواذ ثم تسديدة أرضية صعبة في أقصى الزاوية اليمنى. هذه المرة أنطوني إلكساندر لم يتمكن من الكرة الماضية، هي في شباك المنتخب اللبناني لليبيا. أول أهداف اللقاء، هذه الكرة، هذه النقلة، 1-2، محمد عادل ترويض فتح مساحة تصويب ثم تسديدة بدقة عالية، هي لامست المدافع، ذهبت أرضية زاحفة في أقصى الزاوية، حاول أنطوني لكن لم يتمكن منها.
لم يتمكن منها، وزيارة أولى إلى الشباك اللبنانية تأتي لليبيا من محمد عادل إلى 1-0 الآن. كرة ملعوبة أمامية، خطيرة خطيرة ليبيا الثاني. الله للحمر للمنتخب الليبي، ثاني الأهداف، يعزز الهدف بآخر، يطمئن إلى النتيجة بشكل أكبر. وعبد المسير بشينا هو من يسجل ثاني الأهداف، من أهدر فرصة حقيقية في الشوط الأول يسجل الآن بصناعة محمد عادل. محمد عادل طبعا صاحب التمريرة الرائعة المميزة، يعني هو سجل الهدف الأول ويصنع الهدف الثاني وبصمته في كلا الهدفين. هنا انطلق، هنا مرر، وهنا عبد المسير بشينا تابع في شباك لبنان. ثاني الأهداف الليبية، ثاني الأهداف الليبية، صارت النتيجة إلى 2-0 الأهداف وفارق الأهداف.